بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. من هو سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، نحييكم من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الجبيب للهجن العربية الأصيلة في صباح هذا اليوم الميمون، يوم الأحد، لانطلاقات وتحدي وإثارة منافسة سن الفطامين 29 من شهر 5 2022. ناخذ البداية الأولى والصدارة من اللي تصدر القيادة وسيطرت على المركز الأول في أول الأشواط، صندوق الحلبة الشاهنية حمد بن مسلم بالزفنا، بينما المركز الثاني تتواجد مشاهدينا الكرام الحاضرة رهو لسيد سعيد بن مطر بن مرير الاكتبي، المركز الثالث لسيد حمد بن عبد الله بن بهيان، بينما هناك الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام من قبل اللي وصلت، وصل هنا ايضا الحاضر بهذا الشعار بهذا الحضور، وصلت وصايف حمد بن سالم بن معصم الحميري، ولكن البداية المقدمة رهو، وهي أيضا راهية بهذا الأداء. رهو على الصدارة، طارت بالمركز الأول بأول الأشواط، الشوط الرئيسي يذهب مع رهو صاحبة الشوط الرئيسي الأول بالفعل في صباح هذا اليوم 29. تثبت الوجود، ها هي رهو لسيد سعيد بن مطر بن مرير الاكتبي، أسعد الله صباحك على فوز رهو بالشوط الرئيسي الأول، تهانينا والناموس. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، هناك من وصلت فيه لسيد حمد بن مسلم، بينما المركز الثالث لسيد حمد بن سالم بن معصم الحميري اللي وصايف. أما التوقيت 2:19، تهانينا والناموس.